فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال المصنف حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا هو من ثقات حدثنا زهير بن حرب وهو من ثقات أبو خيثمة قال حدثنا زيد بن جبيز ومن ثقات قال أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي في منزله له فسطاط. فسطاط يعني خيمة، خيمة لها طريق دهليز، له فسطاط وسرادك. فسألت من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا حليفة، ولأهل الشام الجحفة. ولأهل الشام الجحفة. زيد بن جبيد أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة. هذا الحديث الذي جاء في المواقيت، وهذه المواقيت كلها مواقيت مكانية، مواقيت مكانية. المواقيت المكانية هذه فرض، وقال فرض قوله فرض أيضا موفق فيه، والترجمة يعني موافقة في ذلك، فرض عليه واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمر، لمن أراد الحج أو العمر. منها حديث صحيح يا عائشة، منها حديث صحيح. وهنا فرضها يعني وقتها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من أفراد البخاري، يعني من هذا الوجه من حديث من أفراد البخاري. وزيد بن جبير ثقة وهو غير زيد بن جبير. نعم. قال فرضها رسول الله، فرضها وقتها وبينها وقتها. فرض رسول الله يعني وقت رسول الله، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعده أو أحرم بعده صح حجه عليه دم. يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، وقت ذي الحليفة بأهل المدينة أو بأبيار علي، وقت الجحفة لأهل الشام ومصر، وقت يلملم لليمن. نعم. وذات عرق لأهل العراق عن عمر الخطاب وجيء مرفوعا أيضا. الغرض المقصود هذه المواقيت توقتها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمر، فلا يجوز تجاوزها. فمن تجاوزها وحج على ذلك فحجه صحيح لكن عليه دم، فحجه صحيح وعليه دم. النجد هو الاسم المكان المرتفع عموما، وقيل سمي به لصلابة الأرض وكثرة الحجارة وصعوبته. وقرن هو موضع معروف في وقع الغطفان على بني عامر، يقال يوم قرن. فهذه توقيتات وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تعديها، وهذه التوقيتات مفروضة. وقلت أن النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني المصري إذا ذهب إلى مكة من المدينة ليعتمر أو ليحج فإنه يحرم من أبيار علي، يحرم من ذي الحليفة لأنه مر عليه. فسؤال أشكى عليه إقرار شيخنا لمن قال إن العدل شرط وجوب التعدل، شرط وجوب الوجوب للواجب. طيب ما عندك في هذا الباب؟ العدل شرط وجوب وليس شرط صحة. العدل شرط وجوب وليس شرط صحة. حتى لو كان شرط الوجوب للواجب فإننا نقول لا ينفسخ العقد بالظلم، لا ينفسخ العقد بالظلم. هل تبين لك ذلك؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن لما أتى عليهن من أراد الحج والعمرة لا يجوز تجاوزه، لا يجوز تجاوزه، بل لابد العمل بها. لا يجوز التجاوز أبدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فلا يجوز التجاوز. فإن تجاوزها وأحرم من بعدها إما يرجع إليها وإما يكون عليه دم، على تفصيل سيأتي في هذا الباب. والسرادق الخيمة أو الخباء، فدخل فيه إلى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر هو الأثري الذي يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فإجمع أئمة الفتوى قائم على أن المواقيت في الحج والعمرة واجبة،
وهي توسعة ورخصة يتمتع المرء بحلها قبل أن يبلغها، فيتمتع بالطيب وعدم تقليم الأظفار أو تقليم الأظفار آسف، ويتمتع بالثياب إلى أن يصل إلى المواقيت، فواجب عليه أن يحرم وأن يلبس أن يلبس الإحرام وأن ينزع المخيط ولا يستخدم الطيب. وقد ورد عن عطاء والنخعي والحسن أنهم زعموا أن من مر على المواقيت ولم يحرم وأراد الحج والعمرة لا شيء عليه، وهذا صراحة أمور يعني القول هذا الذي جاء عن حسن أو جاء عن عطاء هذا يعتبر شذوذ، مع أن عطاء قالوا فيه هو أعلم الناس بإيش، أعلم الناس بالمناسك، ومع ذلك يشوف شذوذ في القول، يقول من مر على المواقيت ولم يحرم وأراد الحج والعمرة فلا شيء عليه. هذا خطأ بين، لأن الحديث صريح قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. واختلفوا إذا رجع هل عليه دم أم لا، فقال مالك لا يسقط عنه الدم برجوعه إليه محرما لأنه قد تجاوزه غير محرم، وهذا القول قول من مبارك، وقال أبو حنيفة رجع عليه فلبى فلا دم عليه وإن لم يلبي فعليه الدم، وقال ثوري أبو يوسف ومحمد والشافعي لا دم عليه إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه، لأنه ما دام قبل أن يطوف بالبيت له الرجوع ويكون أحرم من الميقات، فلما رجع إلى الميقات هذا علة الدم تجاوز الميقات، علة الدم تجاوز الميقات، فإن رجع إلى الميقات فقد انتفى سبيل الدم. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع إلى العلماء الراسخين كما قلت، العلم أهم ما فيه الرسوخ، وعبد الله بن عمر الأثري الذي ما ترك سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا علماء، وما ترك عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا اعتمر معه فيها. المواقيت توقيفية، ولذلك من يقول بأن جدة صارت ميقاتا هذا خطأ بين، ويقول في المحاذاة أنه يجعل ميقاتا هذا خطأ بين، وفي رسالة الشيخ عدنان عرعور في ذلك خطأ بين. المواقيت توقيفية، المواقيت توقيفية، إذا قال هن لمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات في الآية التي ذكرت المواقيت، فيقصد بها المواقيت الزمنية والمكانية، والمواقيت الزمنية توقيفية والمواقيت المكانية توقيفية. شريعتنا شريعة التيسير أو تنوع المواقيت، هذا تيسير على العباد، وهذه الشريعة شريعتنا شريعة التيسير. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.